أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وروح ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم. برنامج جنة الأعشاب برنامج مشاهد بالعراق وبالأردن وبالدول العربية من فضل الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه إحنا بنعطيكم الوصفات السهلة والوصفات المعروفة والوصفات الأمينة. ذكرت بالحلقة الماضية، هاي ثاني حلقة طبعا أنا بطلع معاكم من خلال هذه الشاشة اللي بتدخل على بيوتكم، وهذا شرف إلي. وذكرنا الحلقة الماضية أنه أنا بتميز بوصفاتي السهلة والأمينة، يعني ما بعطيكم 20 عشبة تجمعوهم وتضعوهم مع بعض مثل بعض العطارين أو اللي يحكوا أنهم خبراء أعشاب. ممكن أعطي وصفة عشبة تكون أفضل وإلها خصائص أفضل من 50 أو 60 نبتة أو عشبة أو بذرة بيضعوا لكم إياها أو بوصفوا لكم إياها إنكم تطبقوها ببيوتكم. من خلال هذه الشاشة إحنا ما بنبيعكم خلطات، يعني بنوصف الخلطة بنبيعكم إياها، بالعكس. برنامج حسن خليفة وبرامج حسن خليفة على القنوات العربية والعالمية معروف، لا نعطيكم على الهواء ونقول لكم خذوا هات، ابدا ما نتاجر فيكم. لكن اسال الله سبحانه وتعالى يعطيكم الصحه ويعطيكم العافيه، ومن خلال قناه سامراء الفضائيه كل التحيه لكل اللي كانوا يتابعونا من خلال هذه الشاشه قبل عام او عام ونصف، لكن العوده ان شاء الله موجوده لكم. كل يوم سبت رحين نكون معاكم على الهواء مباشرة، وكل يوم أربعة الساعة 6 بتوقيت الأردن وتوقيت العراق، 4 بتوقيت المغرب العربي. بنتواصل معاكم ووضعنا لكم بحيث تتواصلوا معنا أرقام أيضا من العراق وأرقام من الأردن وأرقام دولية، والاتصال مجاني. يعني اللي بتواصل معانا بجد انه الاتصال هو اتصال عادي مثل ما تتصل باي شخص كان. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، بنتقارب معاكم نتواصل معاكم. كل بداية حلقة بذكر فائدة من فوائد الاعشاب واضرار الاعشاب، واذا هذه النبتة او البذور او العشبة انا بتكلم عنها دائما بعطي فوائدها ودائما بعطي أضرارها إذا إلها أضرار أو بتتعارض مع بعض الأعشاب أو بعض الأدوية. ترى في عشبتين إذا بنضعهم مع بعض بتضاربوا مع بعض مثل الأدوية. يعني أنت تأخذ مضاد حيوي نوع وأنا أعطيك صيدلاني ثاني يعطيك مضاد حيوي نوع وتأخذهم اثنين مع بعض ما يصير. فهذه الأعشاب أنا أشبه لكم تشبيه حتى تدخل المعلومة لإلكم وتعرفوا المفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. في برنامج جنة الأعشاب طوال 15 سنة أنا من خلال الفضائيات وما انقطعت، دائما بذكر أنه الأعشاب لها فوائد جدا عظيمة ولها أضرار، وتمنع عن الأطفال وتمنع عن المرأة الحامل، تمنع على اللي بتناولوا أدوية لأنه بعض الأعشاب بتتعارض مع الأدوية. فهذه معلومة أتمنى حتى من العطارين أنهم يعرفوها، مو واحدة كرشها قدامها حامل وتروح على هالعطار ولا الخبير تحكي له والله أنا شايف الأرداف زيادة والوزن زيادة وشوف زنودي وشوف رقبتي وشوف وجهي، يقوم يعطيها وصفة للتنحيف. هذا ما يخاف الله. هذه مرأة حامل ببطنها جنين، اللي تاكله تاكل عسل يستفيد الجنين، تاكل رز وطبيخ يستفيد الجنين، إذا ما تاكل ما يستفيد الجنين، وأيضا تاخذ أعشاب برضه بده ياخذها الجنين، حرام. فبالتالي خليها أمينة، حتى الأطباء بيمنعوا أنهم يعطوها حتى الأدوية إلا باختصاص وإشراف طبيبها المتخصص. فخلينا بالشيء اللي يدخل العقل. برنامجنا لا سمح الله لا سمح الله ما في شعوذة، لا بنبيعكم بخور ولا بنجلب الحبيب ولا بنطلق ولا بنرجع المرأة ولا شيء. أنا ضد أي مشروع من هذه المشاريع في طول حياتي، حتى في محلاتي ما أدخل بخور عشان الناس ما تحكي والله أخذنا بخور من عند حسن خليفة، أبدا. فإحرصوا إحرصوا منهم هذول الناس. أنا بعرف أنهم كثار في الدول العربية، لكن والله أعرف أكثرهم، والله ما رح أكمل. خلينا نكون متواضعين معكم.
إذا كل بداية حلقة بذكر أنه أيضا كمان الأرقام بحب يتواصل معنا من الدول العربية، إن شاء الله الأرقام متوفرة غير العراق وغير الأردن. كل بداية حلقة بذكر فائدة من فوائد الأعشاب العظيمة لأبداننا المعروفة وغير المعروفة، لكن اليوم عشبتنا جدا رائعة مهدئة مفيدة للالتهابات، بيعرفوها أجدادنا وأمهاتنا وأجداد أجدادنا، اللي هي زهرة البابونج، من أسمائها بابونك. فوائدها فوائد جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الزهرة وهذه العشبة صديقة القلب، وتعتبر وين ما كان إنها صديقة للقلب وصديقة للرئتين وصديقة لمشاكل الفم والأسنان واللثة، مطهرة. بوصفوها الكثير من أطباء الأسنان منقوحة نتغرغر فيه ما بعد خلع الضرس والالتهابات وما أشبه، وحتى للحمو والحرارة الموجودة بالفم. مفيدة جدا تبخير حتى للي عندهم نزلات البرد وعندهم العطاس وعندهم سيلان الأنف، وحتى تبخيرتها معروفة للوجه ومشاكل الوجه، وصنعنا منها الصوابين وصنعنا منها الزيوت ودخلناها بصناعة الكريمات، وأيضا الشركات العالمية المعروفة دخلتها في صناعة الكريمات. بيستخدموها أجدادنا وأهالينا ولازلنا نستخدمها ولازلنا نوصفها ضد آلام الكليتين. آلام الكليتين يعني آية كليتي، بنوصف لهم البابونج لأنه أمينة وإن شاء الله أنها بتهدي المغص ومشاكل القولون. أيضا مفيدة جدا للمغص الكلوي والتخلص من المغص الكلوي، وأيضا طاردة للغازات، وبندخلها أيضا لمشاكل القولون والقولون العصبي وأيضا الغازات مع البابونج، مع أوراق النعناع، مع إكليل الجبل، مع أوراق الميرمية، حتى تعود الفائدة على الجميع. هذه النبتة اللي هي البابونج نبتة معروفة في الوطن العربي وأوروبا وإيطاليا وين ما كان في العالم. فوائدها ضد التهابات المثانة مجرب بعون الله سبحانه وتعالى، وأيضا ضد الالتهابات النسائية، وأيضا مضادة للجراثيم من خصائصها المعروفة عند أجدادنا. ما نذكركم فيها، أجدادنا اللي ذكرونا أيام لا كان موبايلات، لحظة شوي، لا كان موبايلات ولا كان غيره. فبالتالي إذا هي بتخفض الحرارة، مفيدة جدا حتى للأعصاب، مهدئة البابونج. فوائد وخصائص لهذه الزهرة وهذه النبتة، الخصائص العظيمة أيضا من فوائدها، وكانوا يوصفوها أجدادنا زمان، إنها بتهدي الكوابيس والأحلام المزعجة. يا سلام، معقول هذه وصفة وسهلة ورخيصة الثمن بتهدي الكوابيس والأحلام المزعجة وقلق النوم؟ فبالتالي إذا فوائدها الأرق وقلة النوم، وأيضا حلمك بكون حلم بجوز تنساه ولا كأنه احلمت. أيضا مفيدة جدا للنساء كغسول مهبلي، وصنعنا منها صابون للمناطق الحساسة للنساء. إذا مفيدة جدا ضد نزلات البرد وضد القصبات أو أمراض ومشاكل القصبات الهوائية، وأيضا تقرحات الفم. هالفوائد العظيمة في هذه النبتة اللي هي البابونج. أيضا كانوا يستخدموها كماد لرمد العيون، يعني لما يفتح عينه الصبح تجدوا مادة بيضة ومش مستطيع أنه يفتح جفون عيونه، فكانوا يضعوا لهم الكماد أو يغسلوا الوجه في منقوع البابونج، هذه الزهرة العظيمة. إذا حتى للجيوب، حتى غسول للبشرة، وحتى للعناية بالبشرة، وحتى ضد جدر الماء. الأولاد الصغار اللي مثل الحصبة يجدروا، هذا اسمه جدري، مفيدة جدا شرب وأيضا تنظيف المنطقة في منقوع البابونج. إذا كانوا يستخدموها أجدادنا للتخلص من الصداع النصفي المتوسط، فبالتالي إذا مهدئة للنوم، مفيدة جدا ضد إسهال الأطفال، لأنه هذه العشبة تعرفوها إنها أمينة، تتمتع فيها سهولنا وبساتيننا وجباننا في الوطن العربي، وموجودة بكثرة وموجودة عند العطارين وين ما كان، عند إخواننا اللي يبيعوا الأعشاب أو متخصصين في بيع الأعشاب. إذا مفيدة جدا حتى للحساسية وحتى ضد الطفح الجلدي، الحبوب والأكزيما والحكة، هذه النبتة الأمينة. وذكرنا أنه دخلت في الكثير من الصناعات،
أيضا لكريمات ومستحضرات التجميل وأيضا الزيوت الطبيعية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه تفيدكم، خصوصا مرضى القولون والقولون العصبي، وأيضا لمشاكل تطبيل البطن، وأيضا لجهاز المناعة اللي عندهم مناعتهم ضعيفة. إذا تمنع البابونج عن اللي بتناولوا الإسبرين ومسيلات الدم، وأيضا تمنع مع اللي بتناولوا النساء اللي بتتناول حبوب منع الحمل. شوفوا هالمعلومات، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا. وأيضا ممنوعة للي بدهم يدخلوا عمليات جراحية وصير عندهم تخدير، يمنع، لازم نخبر الطبيب ونوقف من استخدامها اللي بده يستخدمها لهذه المشاكل اللي ذكرناها لمدة 14 يوم. راحين نطلع فاصل قصير وراحين نعود لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستقبل اتصالاتكم من العراق، من الأردن، من الجزائر، من المغرب، تونس، مصر، السعودية، أي دولة. إحنا موجودين معاكم على الهواء مباشرة كل يوم السبت الساعة 6:00، وأيضا كل يوم الأربعاء مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وتعاد هذه الحلقة باليوم التالي. أروح فاصل، أروح راجعين، نواصل فاصل قصير. عدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير، وإذا عنا اتصالات وهاتوا الاتصال يلا. إذا البابونج، بابونج فوائده جدا عظيمة، لطيف للبشرة، استخدامه تبخير بخلصنا من الكثير من المشاكل، مفيد جدا لتطبيل البطن، للغازات، للقولون، ما شاء الله مضاد حيوي طبيعي. مغطس مهبلي للنساء اللي عندها التهابات وسيلان مهبلي، وليش الرجال ما يستخدموه؟ وهاتوا اتصالكم، وبعد الاتصال راح نطلع فاصل. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ خليفة، نرفع الصوت. الله يخليك، الله يرضى عنك. عندي طفل تقريبا عمره 4 سنوات، حرارته دائما عالية. تمام، 4 سنوات دائما حرارة عالية جدا. اسمعني اسمعني، يعني بالحلق بالرقبة. طب خليك معي، خليك معي يا أستاذ. يعني مثل الخرز يصير بالدمارات، ما أعرف إيش يصير، مثل الخرز هيجي ناعمة. أستاذي تسمعني، يعني خليك معي. ما يتركني هذا الرجال، أصبر يا رجال. طفلك عمره 4 سنوات دائما عنده حرارة، صحيح؟ أيوة. أي. خليني أنا أتكلم وجاوبني لو سمحت. طفل عمره 4 سنوات دائما حرارته عالية، ما في شيء اسمه حرارة إلا إذا كان في التهاب. إيش المشكلة؟ وين الالتهاب؟ ممكن البلاعيم اللي هي اللوز، ممكن الجيوب، ممكن في الجهاز الهضمي، ممكن خلل بجسمه بيؤدي لالتهاب، فبالتالي بيصير في حرارة. لازم نعالج الالتهاب، ولازم طبيب أطفال أو طبيب عام اللي يشخص طفلك، ولا تتركه. الحرارة للأطفال مصيبة، الحرارة للأطفال مصيبة. أيضا التهاب اللوستين وما نعالجه مصيبة حتى على البدن لما يكبر. فأنت حدد شو المشكلة اللي عند ابنك ومن عيوننا الثنتين. عنده جيوب أنفية، يظل يشخر بالنوم، لما ينام يشخر. الجيوب الأنفية، الجيوب الأنفية ما تعمل حرارة دائما مثل اللي تحكي عليها إلا إذا كان في التهاب تابع فيه الطبيب. أنا أنصحك لوجه الله، لأنه طفل، أنا ما أعطي وصفات للأطفال. شكرا لاتصالك، أتمنى أن الكل يستفيد من هذا الاتصال. طفل صغير مثل اللحمة يكبر أمامك، كل يوم عنده حرارة عالية، افحص لوزه، وديه على طبيب مستوصف. دكتور ماشي بالشارع أمسكه، قل له شوف لي ابني من إيش يا دكتور، بالله عليك، حتى لو كنت فقير لا تتركه، هذا خطيته في رقبتك، بكرة مفاصله بتروح، بكرة الالتهاب والحرارة بتسبب له مشاكل داخلية حتى بالقلب وحتى بالصمامات، التهاب وكله ينزل على القلب. والله مصيبة للطفل هذا، مثل اللحمة عمره 4 سنوات. لكن منقوع البابونج سهل لو أخذناه وحليناه بملعقة من العسل. هذه مش وصفة، هذه تخدير لابنك لأن تفيده، لكن أنا بدي أعرف إيش الالتهاب. أما كل أولاد نومهم أعوج وشخروا، أو ولدي يشخر ما له علاقة بالحرارة. وهاتوا الاتصال. وقالوا السلام عليكم.
ألو السلام عليكم. يلا رايحين نطلع فاصل قصير ونعود نستقبل اتصالاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وروحوا فاصل وراجعين نواصل. فاصل قصير. عدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير، وهاتوا لي ابو عبد الله من المملكه الاردنيه الهاشمي. ام عبد الله يلا مساء الخير. مساء الخير دكتور. يعني الاردن بتنور انه اهل الاردن حتى يشاهدوا سامراء. الله يسعدك. والعراقيين الموجودين ايضا بالاردن. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. دكتور انا عمري 62 سنه. عمرك 62 سنه؟ نعم. وعندي ضغط وسكري. ويا سلام. وصابني من شهر تقريبا. انا فقدت زوجي السنه وبضل دائما ابكي، فصار عندي نزيف في الشبكيه. نعم. هلا انا ما لي بالعيون. احنا المسبب لهذه المشكله اللي هو كان الضغط وصعد لضغط العين. تمام. هو المسبب قالوا لي الضغط والسكر، وعم بتحمى كثير. طيب باخذ اوبر انسولين وباخذ دواء ضغط بس برضه بضل مستمر. الله يرحم زوجك. الله يرحم زوجك. يا رب ويديم لك اولادك واصحابك واللي بيعزوا عليك بجاه الرسول. واسمعيني من خلال جهاز التلفزيون، انصحك نصيحه لوجه الله. خذي ورق الزيتون، ورق الزيتون، وجففي فيه. لا تاخذي تروحي على شجره وتلقطي منها وتقولي حسن خليفه قال لي زيتون. روحي على اكثر من شجره مش من وحده. شكلي لانه شجر الزيتون وثمره الزيتون ما تعرفي انواع، شيء اسود وشيء بعل وشيء. فانت اطلعي على بستان في تنويع من اوراق الزيتون، خذيهم حطيهم بصينيه نشفيهم. احنا بالصيف خلال يومين بيكونوا ناشفين، اطحنيهم لو بايديك بيكونوا يابسين او في الماكينه او اللي بدك اياهم. خذي ملعقه صغيره على كوب مي وصبي عليه مي سخنه، اتركيها تتنقع واشربي على مدار يومين. كل يوم خذي درسين من الثوم، بتنزل السكر وبتنزل الضغط. الثوم والبصل جدا رائعين، والبصل على فكره البصل انسولين طبيعي، انسولين طبيعي. لو اعتدتي انك تاخذي من هالبصل نص راس بصل وتقطعيه مع السلطه مع زيت الزيتون مع الليمون، فبالتالي والله لتستفيدي. والف سلامه عليك والله يرحم زوجك. وهاتوا نور من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا نور.
خذي راني عندي حالتين، يعني حالة زوجي صدفية ومزمنة يعني حيل متأذي بيها، والحالة الثانية يعني بنية 22 سنة تكيس بالرحم. تكيس الرحم بدي أعطيك وصفة جدا رائعة، اللي هي أوراق الميرمية مع أوراق البردقوش، اثنين بالتساوي نخلطهم، ناخذ ملعقة منهم على كوب الماء سخنة، نتركهم مثل ما ننقع الزهورات يتنقعوا ربع ساعة، نشرب المنقوع مرتين باليوم، وأيام الدورة الشهرية ناخذ القرفة اللي هي الدارسين من كوب لكوبين، فبالتالي بتستفيدي كل ليلة تمرخ حوالين سرتها بإيديها من دون زيوت أو بزيوت اللي بدها إياه، فبالتالي بتستفيد. أما الصدفية بناخذ من القسط يعني الهندي يلا اسمعيني اسمعيني من الشاشة، شكرا. خذي القسط الهندي المطحون ناعم، اخلطيه بالفازلين، علبة فازلين بنحط ملعقتين من مطحون القسط الهندي، جدا رائع بعون الله سبحانه وتعالى، لو أضفنا عليهم كمان ملعقة من زيت الكتان وملعقة من زيت الخروع بصير كريم، بتدلك على الصدفية وريحي حالتها النفسية، وإن شاء الله بالحلقات القادمة راح أعطيكم كثير من وصفات للصدفية. ومعانا اتصال أبو مهند، اعذروني حالة حال أم، أعطوني بس سؤال واحد رجاء لأنه عندي فل اتصالات هذا، وأنتم لسه مش عارفين أنه حسن خليفة معاكم على سمراء. ألو السلام عليكم يا أم. أم مهند. أم مهند يلا يا أم مهند. هلا دكتور، أنا بنتي عندها المبايض مالتها كلش صغيرة، يعني وين راح الدكاترة بس مدى. شكرا لاتصالك وتواصلك معانا لتنشيط المبايض، لتنشيط المبايض مجرب، وأسأل الله إنكم تدعوا لي. حبوب اللقاح، حبوب اللقاح موجودة عند العطارين واللي يبيعوا العسل، ناخذ 5 لـ6 ملاعق منها على كيلو من العسل، أيضا طلح النخيل 4 لـ5 ملاعق على كيلو العسل، اثنين مع بعض نخلطهم مع العسل بشكل كويس، الصبح ملعقة وآخر النهار ملعقة، ونستمر على وجبتين، يعني إذا خلصنا هذه العبوة نستمر بعديها، فبالتالي بنستفيد. اليانسون منشط للمبايض، شرب منقوع اليانسون منشط للمبايض، اللي بنشط المبايض منقوع أوراق الميرمية، من أسمائها القصعين ومن أسمائها السالمية، لكن بالعراق اسمها الميرمية، يوميا كوب، فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى إنه بنتك تستفيد ومبايضها يرجعوا ما شاء الله نشطات، والله سبحانه وتعالى يعطيها. وألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا دكتور؟ خبير الأعشاب حسن خليفة، يا مرحبا. كيف صحتك؟ تمام الحمد لله. الله يحفظك يا رب. يا. أنا في عندي مشكلة هي النصاحة. اللي هي السمنة. السمنة، أنا بدي إشي للتنحيف. كم وزنك؟ وزني تقريبا بدك تحكي 100. 100، كم عمرك؟ عمري 28. طولك؟ طولي 170. 170، يعني عندك 30 كيلو. نعم. يلا. تتعشى كويس؟ والله في أيام بتعشى في أيام لا. حلويات؟ عادي وسط. أكم معلقة أو أكم كوب شاي بتشرب باليوم أو نسكافيه؟ سؤال. كاستين ثلاث. ما بلزموك ولا بلزمك وصفة، لأنه كله سكر وبتعرف النسكافيه بسمن، شو استفدنا؟ بدنا نعمل حمية عنهم، تمام؟ نعم. توعدني تعمل حمية عن النسكافيه؟ بعمل. يلا. والسكر إن شاء الله هي سكر حلويات، والله صيام 40 يوم عن السكر ما بصيبكم سرطان، والله والله. يلا شكرا لاتصالك، وأنا أتشرف أنه أنت دخلت علينا على الهواء يا أستاذي، وهذا شرف إلي ولبرنامجي، شكرا لإلك وشكرا لكل اللي بتابعونا بالمملكة الأردنية الهاشمية. في قشور اسمها قشور الإسباغول موجودة بالأردن، خذ منها ملعقة على كوب من الماء قبل الأكل بنصف ساعة، حركها واشربها بسرعة مرتين باليوم، فبالتالي بتستفيد. إذا أكلت أكلة دسمة خذ ملعقة من خل التفاح على كوب المي واشربها بعد الأكل بنصف ساعة، فبالتالي بتستفيد. اتعشى وروح اتمشى، العشاء ضروري لكن نخفف الخبز والرز، قطعة صغيرة من الخبز والقليل من الرز، بلاش ناكل إلا المسلوق أو قطعة لحمة مشوية أو نشرب علبة لبن، فبالتالي بتستفيد. وبالحلقات القادمة راح نعطي
الكثير من الوصفات يا أستاذي. وهاتوا الاتصال مين؟ رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رقية. شلونك كبير؟ شلون صحتك؟ تمام الحمد لله، مبسوطة إني رجعت على سنة كبير. رجل السلام يا رقية. يا عليك زحمة، إن شاء الله أنت كصحة وطولة العمر. تمام، مبسوطة إني أنا رجعت على سمراء. أنا عمري 25 سنة وشوي، عندي إيش سمينة شوية. عمرك 26 سنة وإيش الصغير عندك أو إيش؟ شوي عندي يعني الكرش ماتي زايد وجسمي شوي سمين، فذكرولي الزنجبيل مش رابع يعني قبل الأكل، خلوا بي أضرار جانبية. الزنجبيل مش قبل الأكل، ما بتأخذ على معدة فاضية، بعد الأكل. قبل الأكل أو بعد الأكل؟ بعد الأكل، ملعقة صغيرة مش كبيرة كمان. يعني ما بي أضرار جانبية. بس الكرش عندك يا رقية؟ ايه بس الكرش؟ ايه معناته طول نهارك قاعدة وماسك الريموت وما تتحركي. يلا شكرا لاتصالك. مشروبات غازية ممنوع، سكر ممنوع، حلويات ممنوع، العشاء يكون مسلوق مش بطاطا مسلوقة بتسمنه، علبة لبن، خيار، كوسة، طبيخ الكوسة، الكوسة جدا رائع، شوربة اللهان الملفوف جدا رائعة، بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. أما الكمون للكرش آسف، الكمون للكرش ملعقة على كوب من الماء مرة لمرتين باليوم 30 يوم، بتستفيدي بعون الله سبحانه وتعالى. كثري شرب الماء أول ما تصحي من النوم، خذي كوب ماء ساخن فاتر وبتستفيدي، ولا تحلي الشاي كثير، هذه مصيبتنا بالسمنة والنسكافيه. وهاتوا الاتصال. تبارك. ألو. يا هلا يا تبارك. السلام عليكم، كيفك يا خبير؟ تمام الحمد لله. الخبير أنا جسمي سمين ووجهي ضعيف. شو أسوي لكم السمنة؟ أيوة طيب كملي. ومن أسوي رجيم؟ يعني وجهي يضعف وجسمي لا. وجهك اللي بيضعف وجسمك لا. أي. يعني كم وزنك؟ 62 تقريبا. يا اختي انت مش سمينة 60، عندي نسوان ثنتين بوحدة وزنهم 120 كيلو، 60 انت مش سمينة. كم عمرك؟ نعم. انت كم عمرك؟ 18 سنة. 18 ووزنك 60؟ نعم. 60؟ اي. ما عندك سمنة. يلا شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. اتناول الشاي الاخضر مرتين باليوم بس حماية من السمنة، شاي اخضر واوراق النعناع فقط، بينزل إن شاء الله جسمك، لأنه أنت صغيرة وعمرك 18 سنة ومش سمينة، لأنه إيش يا محمد؟ لا شاي أخضر بدون سكر يا محمد. مع عسل يا محمد إذا بتريد أنت، بس ما إلك كرش أنت حليوة، تمنيتك نسيبي. يلا هاتوا الاتصال. محمد حلو يعني حبيب النسوان، يقول لي الله يسلمك كمان. أبو عبد الله. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور كيف حالك؟ طيب كل سنة أنت بخير. الله يسلمك. أنا أولا أحتاج إلى رقمك لأن في عندي موضوع شخصي أبغى أسألك فيه. من وين تكلمنا حضرتك؟ من وين تكلمنا؟ أنا يمني في السعودية. من السعودية. يمني مقيم في السعودية. إحنا نتشرف بأهل اليمن كلهم. تسلم الله. والله ونحبهم إخواننا والله. وانتم احبابنا واصل الحضاره اليمن، وانتم التاريخ والمجد. صحيح. يلا سؤالك استاذي. سؤالي احتاج الى رقمك الخاص اتواصل معك برا عن البرنامج، هذا واحد. اثنين عندي طفل، عندي ولد. ها محمد؟ محمد. نعم محمد جلال. اعطي رقم تليفوني. يلا وصل استاذي، خلص امانه يوصلك، امانه يا محمد اعطوه. شكرا لاتصالك وانا اتشرف فيك باهل اليمن اصدقائي وحبايبي. وهاتوا الاتصال. السلام عليكم. ام مريم. يلا شو يا ام مريم؟ خبير الاعشاب معك لسه فيها. السلام عليكم خبير. سلام. شلونك صحتك يا بنت؟ كويس الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. يعطيك العافيه خبير.
خلاص رحبتي فيي كثير، يلا خش بسؤالك. يلا يا بني أنا وزني 70 المنحف. 70؟ أي 70. كم طولك؟ كم طولك؟ ألو. كم طولك يا مريم؟ أنا؟ كم طولك؟ الطول؟ ما أدري الطول، ما أدري، بس الوزن ما يصير 70. ما والله العظيم جسمك حلو، يلا روح ما يلزمك وصف. يلا يلا 70 منيح، 70 هيك النسوان بدها، لما تكون 50 بدها توصل 60 و70. التزمي بأكلك، خففي الخبز آخر النهار، بتاخذي جسم رشيق بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنك تكوني جميلة ويديم عليك الجمال بجاه الرسول يا ستي الكريمة. وأنت أخت فاضلة لأن إن شاء الله صديقة للبرنامج، وهاتوا الاتصال. ضياء، يلا يا ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كبير الله يحفظك. عندي مرة عمرها 28 سنة. تمام. عندها القدة الدرقية، سويناها عملية قبل شهر ونص. أستاذي وهسه راجعة عندها. أستاذي ترفع صوتك. نعم. وعندها أختك هي؟ نعم أختي. عندها غدة درقية، عندها كسل ولا زيادة إفراز؟ نعم. عندها كسل بالغدة ولا زيادة إفراز؟ لا غدة وشالوها، يعني شالوا الغدة. هسه راجعة عندها. بيعطوها حب؟ أخذت كبسولة قبل 3 أيام. مش فاهمك. ادخل على صفحتي خبير الأعشاب حسن خليفة وابعث لي رسالة. امبارح بتفاجأ بدخل بالموبايل على صفحتي، فبجد واحد محترم ماخذ صورتي وحاطها وكاتب حسن خليفة. يكسر خاطرك يا زلمة، انت مجنون تقلد الناس؟ طب انا اجيبك، لا تخاف علي. انت تنتحل شخصية، تضحك على الناس، بكرة يدخلوا على اسمك يطلبك ضعف جنسي، تكبيحهم، تضحك عليهم. ليش؟ مين انت؟ ولا يهمك. وإن ان شاء الله محامي كبير بالعراق نعرف نجيبك ان شاء الله. ابو عمر، اهلا وسلام عليكم. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير ان شاء الله، معايين صحة وسلامة. سلامة يا رب. استاذ بس رايك رمك الخاص، اسف عليك، عندي موضوع خاص وياك. عندك موضوع خاص انا وياك تدخل يعني على صحيح خاص لي، يعني امر خاص لي. خلاص فهمتك والله انك ذوق اللي انت ما دخلت على الهواء وحكيت. يلا محمد اعطي رقمي، لوجه الله اعطي رقمي، يلا يستاهل. معني انا رقمي لقرايبي ما اعطي، لانه هبلوني بنص الليل معاي امساك، ايش اسوي؟ يقومني من النوم وهو بالحمام يتصلوا علي. والله وهاتوا الاتصال. وعد، يسعد وعد. وعد اسم حلو، وغلا اسم حلو، انا احب اسم غلا. ويلا يا وعد، يا وعد يا اخوان، انا مش سياسي تخافوا من الاتصال يدخل علي، اعطوني اياهم، انا مش سياسي والله، ما سياسة بالنسبة لي ولا شيء. ألو. يلا هاتوها. ما في صوت. ألو. الصوت ما عندك طالع مش عندي. يا ألو. وراح الاتصال، وهاتوا الاتصال. إذا وقف الإسهال قشور الرمان، نطحنها ناعم، نأخذ منها القليل مع علبة لبن. وقف الإسهال، لكن أعرف ليش الإسهال. إذا للتخلص من السكري ومشاكل السكري أنصحكم بتناول ورق الجرجير آخر النهار. لو نأخذ أوراق الجرجير نحطها بالخلاط ونصب عليها كوب من الماء ونعصرها، نصفيها ونشرب واحدة بواحدة مرضى سكري. وهاتوا الاتصال. أم مريم. السلام عليكم حسن خليفة. وعليكم السلام. أقول أخوي العزيز، أنا أدي ابني عمره 7 سنين، قد فقر دم عام، ما يأكل وجه أصفر. طب إذا ما يأكل أنا أجي أطعمي لك إياه عشان يرتفع دمه؟ بدك الطعمين. ما يأكل، ما أنت تحكي لي ما يأكل 7 سنين. 7 سنين يلعب بالشارع، لازم يأكل. ما يأكل، لأنه أنت، لأنه أنت الحق عليكي وعلى أبوه، لأنه تشتروا له شوكولاتة وشيبس، صحيح؟
لا ما نطي شكور، ما نطي من برا يعني. ليش ما ياكل؟ وكذبس وهاي. وليش ما ياكل؟ بس هو يعني هو ضعيف ضعيف، بنته ضعيفة. يا بنت الحلال. واحد ما ياكل طبعا بده يكون ضعيف. ايه. طبيخك زاكي طيب؟ طبيخك طيب؟ ماذا أسمع؟ أكلك زاكي طيب؟ لما تطبخي طيب؟ إيه بس هو مو قلت لك أنا محللت الدم مالته بفقر الدم. طيب. أعطي أدوية. الصبح. مشهيات. شكرا لك. ايه. شكرا يلا. الله يا رب يعطيكي الصحة والعافية ويا رب يكون أحسن الأطفال يا رب. وتجدي لما يكبر. الحلبة للأطفال مقوية للدم ما شاء الله. المشمش المجفف اشتري له إياه، مقوي للدم للأطفال بشكل لا يوصف، اللي بنعمل منه كمان قمر الدين في شهر رمضان. لكن ما أريد أعطيك القرفة لكبار السن القرفة، لكن السبانخ جدا رائع لطفلك، الزميه عشان يرتفع دمه وياخذ صحة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الحليب يحلى بالعسل أو علبة لبن، إن نضع عليها ملعقة من العسل يا ستي الكريم إن شاء الله إنه بيستفيد، لأنه هذا طفل بدنا نهتم بأكله. شوربة العدس للأطفال لو بنحطها بالخلاط وبشربها مثل الكوكتيل أو العصير لو كوب باليوم، صحة وعافية وأسنان وعظام وحتى للحفظ والتركيز وحتى لنمو الأسنان. شوربة العدس، التمر، بس أنا عارف قاعد بوصف لك على الفاضي، أنا متأكد أنه مش راح تطعمي. وهاتوا الاتصال. عبد الله المملكة الأردنية الهاشمية. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد عبد الله فاصل شباب. والله هي بدي أسألك بخصوص سوائل بيطلع لي على الجلد. عبد الله ما سمعتك نهائي. بحكي لك خبير، في عندي سواد على الجلد. شباب ما عندي صوت. ألو. ممكن المشاهدين. نعم. بدي أسألك خبير بخصوص الجلد الأسود اللي بيطلع طبقة. بسرعة أنا طبقة جلد ميت ما بعرف ليش. وين بيطلع الجلد الأسود؟ يحكي لي المخرج، مش سامعك. على كتافي والله. وين؟ على الكتاف، منطقة الكتاف. على الكتاف؟ نعم. يا عبد الله ادخل على صفحتي خبير الأعشاب حسن خليفة وتكرم عينك. يلا لأني مش سامعك. يلا ابعث لي رسالة وتكرم عينك. شكرا يا أستاذي. طبعا قبل قليل شاهدنا أنه مطلوب وكلاء لمنتجات خبير الأعشاب حسن خليفة، منتجاتي مرخصة في الوطن العربي في العالم حتى تدخل أمريكا وين ما بدكم. منتجات جدا رائعة ومجربة وتراكيبي وما شاء الله وصناعتي. بعد الفاصل راح نشوف القليل من منتجات جنة الأعشاب بحيث أنه نضع إعلان وعلى الشريط المتحرك لكل معلن، وأيضا بالفاصل رايح يطلع اسمه لإخواننا بحيث أنه نحد من التزوير بعون الله سبحانه وتعالى. وأيضا مطلوب رعاية لهذا البرنامج من العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والأيام القادمة لأي دولة في الوطن العربي. وروحوا فاصل نشوف منتجات حسن خليفة خبير الأعشاب وراجعين نواصل. فاصل قصير.
عدنا من جديد بعد هذا الفاصل. شفنا مع بعضنا منتجات بعض منتجاتي اللي هي منتجات جنة الأعشاب، مطلوب موزعين وكيل رئيسي بالعراق، واللي بحب يتواصل معي شخصيا من خلال من أي دولة بالعالم من خلال صفحتي على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة، ونتأكد من صفحتي إنه خبير الأعشاب عليها فوق 100,000 متابع، وصوري وأيضا حلقاتي اللي على سمراء والقنوات العربية موجودة عليها اللي أنا أكون عليها. فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى إنه الكل يستفيد من هذه المنتجات مرخصة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أيضا نذكر إنه حسن خليفة بده يحد من التزوير، زوروني والله، لكن يلا. وأيضا في آخر البرنامج رح إن شاء الله نختم، واللي حب يشوف المنتجات أيضا إن شاء الله، وراح يكون له إعلان بالفاصل أي وكيل رئيسي وأرقام تليفوناته وعنوانه بإذن الله، والتواصل معي شخصيا بحيث أنه ننسق مع الإدارة بخصوص الإعلان. وبنهاية الحلقة ذكرنا أنه أو راحين نذكر إعادة الحلقة متى يا محمد، وأيضا اللي هي أظني غدا الساعة بعد الظهر، لكن أحدد لكم الوقت. وأيضا يوم الأربعاء بكون معاكم على الهواء مباشرة، وهاتوا الاتصال وقالوا السلام عليكم. يا نوال مساء الخير. يا مساء النور. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا يعطيك ألف عافية. يسعدك يا رب ويطول عمرك. أنا عندي سؤال بسيط. يلا. أنا عندي شعري ما يطول، يكسر ما يطول، يكسر لحاله دائما يطيح، بيرجع لحاله بيكسر. اي اي يعني بحد يعني يوقع وما ما يطول. ايش اسمك؟ ايش اسمك انت؟ فياريت. ايش اسمك انت؟ نوال. نوال. نوال يا نوال بجوز عشان اسمك بيكسر. انا عمره ما مكان او شفت شعر لحاله بيكسر، بيطول الشعر ابو وقف طول. لا انا يكسر ما ادري ليش. لا انت بتهيئ لك شعر ما يكسر. خفيف جدا خفيف. اصبعي ما يكسر، فيش شيء بيكسر في جسم الإنسان. ما أدري بعد. أريد وصفة من يمك. يلا شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. انتبهي من ضعف أو فقر الدم، اهتمي بغذائك، خذي فيتامين من الصيدلية اسمه فيتامين الزنك، مفيد جدا للشعر. وحتى لما تشتري الفيتامين وتاخذي حب الصبح وحب آخر النهار، خذي من العلبة حبتين اطحنيهم ناعم وحطيهم مع شامبو الأطفال، صار اسمه شامبو الزنك. زنك فوائد جدا عظيمة. أيضا أنصحك بالاهتمام بغذائك، الاهتمام بالغذاء، وإذا بتتناولي أدوية مصيبة للشعر. لكن أنصحك بزيت الخروع وزيت السمسم وزيت الصبار وزيت إكليل الجبل، الأربعة مع بعض تخلطيهم وبدلكي فروة الراس ونهاية الشعر مساج، وبتلفي شعرك وبتحطي كيس من النايلون وبتتركي ساعة زمان، وبتروحي بتشطفي شعرك بالشامبو، ولا تمشطي شعرك مباشرة وهو مبلول لأنه راح ينزل معاكي كثير. يلا وهاتي وعد. ألو يا وعد. مرحبا يا محمد، نزيد البرنامج 5 دقائق. يا وعد مرحبا. يا مرحبا. الله يسعدك. أنا عمري 20 سنة. نعم. ومن سنة ونص تقريبا مشيت 15 كيلو بدون سبب، يعني سويت فحوصات ما عندي مشاكل صحية. يا وعد عمرك 20 سنة وبعدين شو صار؟ من سنة ونص مشيت 15 كيلو. محمد ما فهمتها، 20 سنة وفي إشي كيلو بس نزلت 12، نزلت 12 كيلو؟ 15. زدتي؟ لا انحفت بعدت. فحصتي عندك ديدان؟ لا عملت لكل شيء، ما عندي مشاكل صحية. شهيتك للأكل؟ باكل كثير. تأكل كثير وما بتسمني؟ لا أبدا. كيف دمك؟ 14.5. ادخلي على صفحتي ابعتي لي رسالة خليني أعرف لك إيش السبب. يلا خلص ماشي يا وعد. تكرم عيونك وحكي لي أنا اللي حكيت معك على سمراء، وتكرم عينك صفحتي خبير الأعشاب حسن خليفة، وصفحة المنتجات اسمها منتجات جنة الأعشاب، اعرفوا فيها منتجاتي كل اللي أنا بصنعه منتجات جنة الأعشاب على الفيسبوك. أيضا على اليوتيوب قناتي اسمها قناة جنة الأعشاب. أتمنى والله بديش منكم لايكات، انسوا الموضوع وهاتوا الاتصال.
ألو السلام عليكم. أنا قصة لايك ما أحبها والله، أصحابي يرسلوا لي حط لايك، أقول شو بده فيه هذا اللايك، كنه فلوس ما أعرف ليش. وهات الاتصال يا محمد، تفهمنا شو قصة اللايك على اليوتيوب. ألو. يا هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. الخبير؟ الخبير نعم. خبيرة حضرت أسئلة، تقول لك أنا عندي رمل حصي بالكلى. رمل بالكلى، حصى بالكلى، يلا، أو رمل بالكلى أو ترسبات بالكلى. شكرا. بذور الكتان ملعقة على كوب من الماء، ما شاء الله، ملعقة من بذور الكتان المطحونة بنحطها بكوب المي وبنصب بعدين عليها مي سخنة، بنغطيها بنتركها 10 دقائق ربع ساعة فقط بنشرب الماء. كثري من تناول الفجل يوميا، لو الفجل مع السلطة، وأعصري ليمون ضروري عليه مع زيت الزيتون. أيضا مصل اللبن، علبة اللبن الخاثر أو الرايب لما نشتريها بكون على وجهها مي اسمها مصل اللبن، جدا بطرد كل الحصى. خل التفاح الطبيعي ملعقة على كوب من الماء بعد الأكل، ملعقة خل طبيعي مش من سوبر ماركت، طبيعي، تعرفي أنه طبيعي، ملعقة طعام على كوب المي، وأيضا من المنحفات مطهر للمسالك البولية. وأنا على إيش بنبسط؟ احذروا، بحب شيء أنتم ما بتحبوه، بنحف، مفيد لجهاز المناعة، بطرد السموم من البدن، جدا رائع للمسالك البولية والالتهابات والحصى واحدة بواحدة. منقوع الشعير، هاتوا الشعير وغسلوه واغلوه وصفوه وحطوه بعبوة زجاجة وحطوه بالثلاجة واشرب يا حبيبي، كله رايح برا. وهاتوا الاتصال، عجبكم هيك بقولوا لي طلعت على النص. وعاشة، منين مطلع يا عايشة؟ من ليبيا، شن حالك باهي يا عايشة؟ اتصالنا من ليبيا يا عايشة. ألو. ويا ألو. السلام عليكم. السلام، شن حالك باهي؟ كويسين الحمد لله. تمام الحمد لله. سلمك. كل عام وانت بخير دكتور. صوتك طايح، صوتك طايح يا عايشة. أنت كويسة خبير كل عام وانت بخير يا خبير. وانت بخير يا رب يا عايشة. الله يسلمك دكتور. خبير أنا عيني والله من صفحة شعر عندي فراغ. عندك فراغ بالشعر يا عايشة؟ فراغ واجد في الشعر والله. يلا روحي، شكرا لاتصالك، شكرا لكل اللي بتابعوا هذا البرنامج. نعم، يلا، شكرا لاتصالك يا عايشة وكل اللي بتابعونا في ليبيا، الزاوية العزيزية، زاوية الدهمان، تحية لكم. أنصحك بزيت الخروع وزيت الكتان وزيت إكليل الجبل وزيت الزيتون وزيت الصبار، كلهم تخلطيهم مع بعض. وإذا وجدتي زيت السمسم الصحيح اسمه الجلجلان، كلهم نخلطهم مع بعض، ندلك فروة الراس، لكن نسبة زيت الخروع تكون أعلى منهم كلهم، 2-3 مرات بالأسبوع بس تدليك فروة الراس لتعبئة الفراغات. أيضا زيت الخروع مفيد جدا للحواجب، اللي عندها فراغ بالحواجب، تدليك بالفرشاية بالمسكارة القديم إن شاء الله أنه بتنبت 3 مرات بالأسبوع. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة. إعادة هذه الحلقة غدا أظني أنه الساعة 1 أو 3 أتأكد لكم، لكن إن شاء الله أنه خير والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوا صفحاتي جنة الأعشاب، الصفحة الرئيسية اسمها، كثيرين في جنة الأعشاب حاطين صوري ومنتجاتي، انتبهوا، لكن صفحتي مكتوب عليها جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية، وفوق 100,000 فيها، وفيها حلقاتي على هذه القناة والقنوات اللي أنا بكون عليها من خلال الأسبوع. أيضا صفحتي الشخصية الخاصة خبير الأعشاب حسن خليفة، منتجاتنا لها صفحة اسمها صفحة منتجات جنة الأعشاب. روحوا، سلام الله عليكم، ملتقانا يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 6 غدا. غدا الإعادة الساعة 1 بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية وتوقيت العراق الساعة 1. روحوا، سلام الله عليكم، وروحوا ورحمته وبركاته.